واصلت الدولة المصرية نجاحها في استضافة البطولات الرياضية الكبرى خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التي شهدتها المنشآت المصرية الرياضية، وحرص المسؤولون على تنظيم المسابقات الكبرى لما لها من دور كبير في زيادة الدخل القومي وتنشيط السياحة في مصر. إشادات بالجملة نالتها مصر عقب نجاحها في تنظيم كأس العالم للأندية في كرة السلة، وهي البطولة التي تنظم لأول مرة في القارة الإفريقية، واحتضنتها صالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهي إحدى الصالات التي احتضنت كأس العالم لكرة اليد العام الماضي. شهدت البطولة مشاركة الزمالك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة لأول مرة في تاريخه، ونافسه كل من فلامينغو البرازيلي وليكلاند الأمريكي وسان باولو الإسباني. بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة شهدت تتويج فلامينغو البرازيلي باللقب، بينما احتل بارغوس الإسباني المركز الثاني، واحتل ليكلاند الأمريكي المركز الثالث، فيما أنهى الزمالك البطولة في المركز الرابع. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم كده في بدايه الحلقه، بما ان الحلقه عن الحب، فانا النهارده ضيفي هو اكتر شخص انا بحبه في الشغلانه بتاعتنا ديت، في المهنه بتاعه الاعلام. اكتر شخص بحبه، مش بحبه بس عشان هو استاذ وما شاء الله على التطور اللي بيحصل في كل مرحله عمريه، يفضل التطور موجود، بس انا بحبه بصراحه عشان اتربيت عليه. يعني اتربيت على كتاباته، اتربيت على اسلوبه، اتربيت على شخصيته، اتربيت على جرأته، يعني تفاصيل كتيره كده. هي شخصيه بصراحه من حيث المبدا يعني، ولكن بشكل عام هو استاذ الجميع والجميع يحترمه. حضراتكم تحترموه وتحبوه، واحنا ايضا كناس شغاله في المجال ده نحترمه ونقدره كثيرا، الاستاذ الكبير استاذ حسن المستكاوي. استاذ حسن، انا سعيد جدا بتواجد حضرتك. الله يخليك يا كريم، اشكرك والله على الكلام الحلو ده والجميل ده. يا رب يخليك. بس عيد الحب ده كان امبارح. ما خلاص بقى، عشان كام ساعة أنا بصطاد يعني. طيب. يعني بسمعك في الكام ساعة دول. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. الصحة كويسة؟ الحمد لله الحمد لله. أنا النهاردة وأنا بقى فرصة مع الأستاذ حسن المستكاوي أول مرة هنا في الأولى، يعني عمال أقول نفتح قضية منتخب مصر، معاه هيعمل إيه في السنغال؟ الأهلي كسب برونزية كأس العالم، طب الزمالك موقفه إيه في الفترة اللي جاية؟ قلت نخلي الحكاية النهاردة حكاية حب كده في الكورة. هبدأ مع حضرتك باللي أنا كنت قايله في الإنترو النهاردة. في جملة شهيرة كده، كليشيهية شهيرة، هو انتوا بتحبوا الكورة ليه؟ انتوا بتاخدوا ايه من الكورة؟ هو انت بتكسب مع اللعيبة ديت عشان تحب الكورة؟ لا لا، ده اللي بتحب الكورة ليه؟ يعني ليه العالم بيحب الكورة؟ ليه احنا مصريين بنحب الكورة؟ العالم كله. لا، ده موضوع يعني انا عشان اتكلم فيه ممكن ناخد الحلقة كلها، كنا هنقول كل التفاصيل. ليه بقى؟ فضل. لان في ناس من 40 سنة، من زمان قوي يعني، سبقونا وعلمونا، علماء اجتماع وعلماء علماء فيزياء، علماء يعني حللوا ليه الشعوب بتحب الكورة. الموضوع يعني ليه الكورة مش كرة السلة؟ أيوة، ما هي لعبة جماعية برضو كرة السلة. طبعا. طب وليه مش كرة اليد؟ وليه مش كرة الطايرة؟ هم يعني في تفسيرات جميلة جدا. الصراع هو جوهر كرة القدم. الصراع اللي هو ايه؟ الندية يعني، التنافس المنافسة يعني. بس فكرة الصراع دي عشان هي الحقيقة جاية من الندية يعني. اهداف الكرة يعني، انت لما بتيجي ماتش باسكت مثلا بتبقى عارف ان كل هجمة تقريبا بنطين او يعني بنقط يعني. السيرف في الكرة الطايرة، كرة اليد، كل هجمة غالبا بتبقى جون، انت عارف، انت متوقع ان في هدف هيجي. صح. فعشان كده تلاقي هدف هنا وهدف هنا، هدف هنا، باسكت هنا وباسكت هنا، كرة طايرة، بنط هنا وبنط هنا، وهكذا. الا الكورة. الكورة الشك في نتيجتها عمل لها حاجة إثارة، عمل لها متعة. انك كل هجمة في الكورة انت ما انتش عارف هتنتهي بهدف ولا لا. صح. ده كل ماتش ما انتش عارف مين هيكسب. صح. دي اولا يعني. طبعا. فالجوهر ده خلى العالم كله يقول ان الكوره دي حاجه مهمه جدا. في كلام كتير قوي على الموضوع ده، لكن الكوره لعبه مش عايزه حمام سباحه، مش عايزه يعني اوضه سكواش، مش عايزه مضرب زي التنس وشبكه.
مش عايزه واحد، ما فيش واحد يلعب تنس لوحده، صحيح. يبقى زي اسماعيل ياسين بياكل في المكرونه، طبعا مكرونه فاضيه يعني. صح، هي دي بالظبط. فبيبقى لازم تلعب مع، انت عارف اساسا كنت بقول لزمايلي ايه قبل ما اجي، لما كنا واحنا صغيرين نخش البلكونه مثلا، أيوة. في شويه شباب واطفال بيلعبوا كوره في الشارع بطوبتين. ايوه طبعا، كنت بتقعد تتفرج على الماتش. ايوه طبعا، هو كده. اه اللي هو مش لاعب كوره، ممكن الكوره يلعبها اتنين، يلعبها ثلاثه وجول مشترك، يلعبها الطويل زي سقراط ويبقى يبقى مشهور وجبار يعني. يلعبها واحد قصير زي مارادونا ويبقى عبقري واسطوره. يلعبها مش محتاج خوذة ولا محتاج لبس بتاع الامريكان فوتبول. صح، فالكرة ادوات، مش عايز حصان عشان تلعب فروسية. لعبة ممكن تلعبها بأي حاجة، بكرة شراب، بطوبة، بكرة، فيلعبها الفقير، يلعبها الغني، يلعبها يعني لعبة جميلة جدا. صح صح، دي كلها تفسيرات سريعة. انما في تفسير انه علماء الاجتماع قالوا يعني أن كرة القدم هي البديل المشروع للحرب. تعبيراتها كلها عسكرية، جناح وجناح وقلب دفاع وقلب هجوم وهكذا. بعد الحرب العالمية الثانية الإنسان بطبيعته، ده كلام العلماء الاجتماع، بيحب الحرب، وفي الكرة الفريق اللي بيكسب. الحروب في العالم كلها قامت عشان إيه؟ عشان احتلال الأرض بثرواتها أو على مية بتأثيرها وأهميتها على الخير يعني. في الكرة الفريق اللي بيكسب اللي بينجح في أنه يحتل أرض الخصم. أيوة، من بمعنى الاحتلال. وبعدين يعني الإنسان، تفسيرهم هم علماء الاجتماع يعني، أن الإنسان بطبيعته عنده ميل للحرب، غريزة دي موجودة جواه. طب هقول لك حاجة بقى. اتفضل يا فندم. هو ليه، ويمكن السادة المشاهدين ياخدوا بالهم في أطفالهم الصغيرين يعني، ليه الولد بيجري ورا الكورة؟ ليه البنت ما بتجريش ورا الكورة؟ دي نقطة مهمة. يعني غالباً صح. غالباً البيبي الصغير 3 سنين 4 سنين لو شاف كورة هيجري وراها. عايز يشوطها. البنت غالباً لا، البنت هتدور على عروسة. مظبوط. تلعب بيها حاجة كده، دي حاجة في الغريزة برضو، اللي هي المطاردة، اللي هو الصيد، اللي هو الإنسان الأول لما كان بيخرج عشان يصطاد ويطارد فريسة. الكرة بالنسبة وعلى فكرة الكرة بالنسبة للحيوانات المختلف، الحيوانات يعني اللي هي قطة أو كلب ولا حاجة، لو رميت قدام كرة هيجري وراها لأنها فريسة بالنسبة له. فيعني يعني دي كلها تفسيرات كثيرة جدا جدا جدا. تقول نرجع بقى، لأن الكرة وصلت إلى مرحلة أصبحت هي انتصاراتها بتمثل كبرياء الشعوب. أيوة. والناس اللي بتلعب في الملعب دي هم أبطالك، لما بيكسبوا وينتصروا أنت هذا الانتصار بيمسك، أنت اللي انتصرت. فعشان كده أنت لما حسيت بعد اللي أنا قلته ده كله يعني باختصار شديد جدا. عظيم. لا باختصار شديد جدا، الابطال اللي بيلعبوا في الملعب دول اللي هم بيمثلوك، لما الفريق بتاعك بيكسب انت اللي بقيت، انت اللي بطل، انت اللي بتشعر بالبطوله دي يعني. مفيش بقى انسان او مشجع بيغير فريقه. الراجل بيغير عربيته، شغله، اللوك بتاعته، لبسه، سكنه، عمله، اي حاجه، لكن ما بيغيرش فريقه ابدا. ابدا. ايه الرابط ده؟ ايه الظاهره دي اللي تخلي انسان بتشجع فريق عشان نجم، بتشجع فريق عشان انتصارات، بتشجع فريق عشان فريق الحي او فريق البيت او فريق المدينه؟ دي كلها حاجات. هقول لك حاجه. اتفضل. انا كنت مره قاعد مع حد من الفيفا وقعدنا نتناقش انا وهو، الكلام ده من زمان قوي يعني، مش عايز اقول من كام سنه يعني عشان الواحد بيحس ان ده زمان قوي يعني. لا بسيط. قعدنا نتكلم في الكورة، السؤال اللي انت بتقوله ده. هو يقول لي وانا اقول له، هو ليه احنا الكورة دي ليه اخدت عقول العالم كلها؟ صحيح. لا، اللي يقرا كمان التاريخ بقى بتاع الكورة هيلاقي حاجات كتيرة جدا، والقصص البداية بتاعتها يعني كل الحضارات الرومانية والمصرية والإغريقية والصينية واليابانية والإيطالية
والرومانيه يعني بتتفاخر ان هي اللي عملت الكوره، هي اللي اخترعت الكوره، هي اول شعب لعب كوره. وكنت شفت في ناشونال جيوغرافيك مره في 2006 بمناسبه كاس العالم سلسله حلقات يعني جميله جدا عن فكره كره القدم في حياه الشعوب يعني باختصار يعني، وازاي الصراع ده موجود يعني. يعني انا بس حبيت مش عايز اطول يعني، لكن لا الموضوع لا هو اصلا أصلاً لا هو اصلا فعلا الموضوع ده كان بالنسبه لي انا شيق طول العمر ولغايه دلوقتي. صح. وعشان كده زي ما قلت لحضرتك بقول لك وانا قاعد بحضر حلقه مع زمايلي انه فرصه اسمع من حضرتك التفاصيل دي وناس تسمعها. ليه بقى انا ليه بادئ الحوار النهارده كده؟ هو السهل طبعا ان احنا نتكلم على كل الحاجات اللي بتحصل دلوقتي والاحداث اللي بتحصل دلوقتي، بس انا عايز الناس توصل لمرحله انه احنا بنحب الكوره يعني، احنا مش بنتخانق عشان الكوره، احنا مش بنتناحر عشان الكوره. انت مش محتاج تخش على الموبايل تمسك الموبايل كده وتشتم فلان باهله بحياته بدنيته عشان وانت بتحب الكوره، ان انت المفروض تنبسط تستمتع. طبعا طبعا تستمتع. متعه. اقول لك حاجه يعني، الاهلي لما لعب مع الهلال مثلا يعني الجمهور اللي في الجمهور الاهلي اللي في المدرج كان مستمتع. ايوه. لا ما هو مستمتع ليه؟ حتى يعني المعلق الاماراتي، وانا قلت له يعني عامر عبد الله في مداخله كان يعني مهم يعني، قلت له انت كنت بتتكلم على مصر بالحب ده، بس الشراره اللي ادتك الاحساس ده اداء الاهلي في الملعب. صح. الاداء الحلو ده، الشخصيه اللي لعب بيها خلاك تتكلم على مصر بهذا الحب يعني. بص الكرة يعني انا بقول الرياضه طبعا، يعني الرياضه كلها يعني الحقيقه حاجه مهمه جدا. الكوره كنموذج بشكل عام عشان هي صاحبه الشعبيه الاولى، ولكن هي في النهايه كل واحد اللي بيتفرج علينا هو بيسمعها في رياضته. طبعا بيسمعها في الاسكواش، بيسمعها في الباسكت. يعني انا رحت العاب الاولمبيه ما شفتش ماتش كوره واحد في الاولمبيك جيمز. كل اللي انا شفته الفروسيه، السباحه، الجمباز، العاب القوه يعني. ده وطبعا المصارعه عشان يعني اللعيبه بتاعتنا وكره اليد. يعني الكوره الرياضه بالنسبه لي حاجه جميله جدا جدا جدا. طيب ليه يا استاذ حسن ليه ممكن واحد يعني يقتطع من وقته ومن صحته ومن اعصابه وقت كبير جدا عشان يهاجم ويتضايق ويتنرفز ويتناحر، وانا مش هسيبك وانا هجيبك وانا هعمل لك ليه ممكن الكوره تخليك توصل للمرحله دي رغم ان هي بطبيعه الحال زي اي رياضه المفروض تهدي لك اعصابك وتخليك اكثر اتزانا يعني. ايه اللي يخلينا نوصل للمرحله دي؟ انا مش بتكلم علينا احنا على فكره، بس ده في العالم كله. يعني طبعا طبعا يعني، بس يعني فهم الرياضه، فهم قيم الرياضه بتخليك تبقى اهدى شويه يعني. فكره انك تبقى عارف ان الرياضه دي فيها انتصار وفيها انكسار، وعارف ده كويس قوي، ده هيخليك اهدى برضو. بص الاعلام عليه دور مهم جدا. يعني الاعلام لما يعني انا لو انا قاعد مثلا قدام شاشه وتلفزيون ومايك وفي ملايين او الاف بيتفرجوا عليا، وبعدين انا قلت الفريق ده فريق تعبان، ده انتصاراته كلها اي كلام، ده مش عارف ايه، ده لعيب ما ينفعش يلعب كوره اصلا، او ده مدرب على طول كده، ده مدرب ما بيفهمش، هو اللي قال كده على كيروش. لقيته مطلعه فيلسوف بعد ما وصل للنهائي. هو نفسه طبعا ما ينفعش اللي قاعد على قدام الشاشه او قدام مايكروفون او بيمسك ورقه وقلم وبيكتب ويخاطب الراي العام يبقى يعني انفعالاته انطباعيه وآراءه انطباعيه وسريعه التحول والاشتعال، لا ده ما ينفعش. يعني انا بتفرج على منتخب مصر ببقى اعصابي بتبقى متوتره جدا، بس ببقى شايف الفريق الثاني يعني. احنا حتى اول ما لعبنا مع السنغال انا كنت حزين جدا ان احنا خسرنا، لكن انا شايف ان كانت السنغال احسن مننا في الشوط الاول خصوصا. انا هقطع حضرتك، انا اسف ان انا غشيت منك جمله شهيره حضرتك دايما تقولها وقلتها في انترو الحلقه بعد المباراه على طول، انه يا جماعه الكوره بين فريقين. طبعا فريقين بيلعبوا طبعًا. انت مش ضروري تكسب على طول،
أيوة انت طبعًا. طبيعي ان الفرقه اللي قدامك ممكن يبقى التوفيق معاها وهي اللي تكسبك، يعني انت مش بتلعب لوحدك. انا فاكر الجمله دي حضرتك دايما بتكررها، ان احنا احيانا نسرح مع فرقتنا مع منتخبنا، نقول كان حلو او وحش. طيب ما في فرقه تانية كانت بتلعب حلو. هقول لك يعني انا مريت بتجارب كتير قوي بالشكل ده، بس اخرها مثلا يعني الاهلي وطلع الجيش ماتش السوبر، الاهلي الناس كلها بتتكلم بعد الماتش عن يعني الاهلي وزي على الاهلي، والاهلي ماله والاهلي في ايه والاهلي مش عارف موسيماني ايه ومش عارف ايه. يا ناس ما تشوفوا طلائع الجيش لعب ازاي. هو الاهلي كان بيلعب لوحده؟ أيوة. في فريق لعب صح ونظم. على فكره انا قلت الكلام ده وانا في الاستوديو، فريد يعني بسيوني بيكلمني بيقول لي ربنا يخليك متشكرين جدا يعني، اصل ما حدش بيتكلم علينا. ايوه والراجل واخد بطوله، ما دي حاجه صعبه. ده دور، انا بشوف ان ده دور مهم جدا للاعلام. الاعلامي سواء بيكتب في اذاعه في تلفزيون في اي مكان، لا لازم يكون فاهم كويس قوي انه بيعمل مهنه مهمه جدا، بيخاطب الراي العام، لازم يحترم عقل الراي العام جدا ويقول له الحقيقه من وجهه نظره اذا كانت عنده اسانيده الفنيه. صحيح. لكن ما ينفعش تبقى مشجع، اوعى تبقى لو انت مشجع حتى المنتخب مصر، انا بشجع منتخب مصر. انا بفقد اعصابي، انت مش هقول لك يعني، انا بفقد ببقى هتجنن وبفرح وبهيص وبتاع، لكن ساعه ما اجي اقول رايي مخاطبا الراي العام لازم اقول له الحقيقه. انا كده طول عمري يعني، ما فيش حاجه اسمها اصل الوطنيه، لا الوطنيه طبعا يعني مش نساند وندعم وكل شيء، كل بس حاجة. من المفترض ان انا اقول برضو سلبيات عشان يبقى ده دوري ان انا اعالج، بس سلبيات بالمنطق وبالاسانيد، مش اللي هو ايه ده ما بيعرفش يدرب، لا لا عارف اللي هو في المطلق ده ما بيعرفش يلعب. ما في المطلق الاحكام السريعه دي كمان ما تنفعش يعني. يعني وبعدين حتى كمان لو ليك وجهه نظر فنيه في مدرب، قول له وجهه نظر فنيه الملعب طريقه غلط، صح اللعيب ده ما ينفعش تاخده وتحطه في الحته دي اللي مش عارف، لكن كده تقول لي كلام يعني ده ما بيفهمش، ده اصله يروح يبيع مش عارف فاصوليا ولا بطيخ ولا ده كلام ليس له علاقه ابدا لا بالتحليل ولا بالاعلام ولا بالرؤيه. اقول لك حاجه حصلت لمستها بشكل واضح، يعني بعد مباراه مصر والسنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه، كنت طالع بعد الماتش بخمس دقائق ببص على السوشيال ميديا بسرعه وعلى تويتر واشوف ردود افعال الناس. الناس بتشيد باللاعبين، بتشيد بالجهاز الفني، الاغلبيه العظمى. خلصنا الحلقه، روحت بيتنا، نمت، صحيت لقيت الدنيا على السوشيال ميديا اختلفت تماما عن قبل ما انام. اللي حصل ايه اللي حضرتك بتقول عليه ده؟ انه طلع شخص، هو للاسف بيبقى مؤثر في بعض الناس، شخص او اتنين او تلاته او اربعه، مش شخص بعينه يعني، انه لا احنا عملنا وحش، احنا كنا سيئين جدا في البطوله، اصل احنا كسبنا ضربات ترجيح، اصل احنا ما مش عارف ايه، فيبداوا ياثروا في الناس تاثيرات سلبيه فيعملوا مود عام سلبي. لمست حضرتك ده؟ طبعا. طبعا وطبعا يعني انا بس نفسي احنا نبطل التعبيرات العاطفيه في الاداء يعني. يعني وانا كنت لسه بتكلم معاك قبل الهوا، الروح القتاليه ما بسمعش ان ليفربول روحه لعيبه ليفربول روحهم قتاليه او بيلعبوا بروح عاليه، ده شغلهم، ده لازم يلعب كده في كل مباراه، ممكن يلعب باقصى طاقه بدنيا وتحركا لكن ممكن ما يكسبش. صحيح. ده اخر ماتش ليفربول كسب ماتش 1-0 بالعافيه مع بيرني افتكر. فلا ده لا، في حاجه اسمها تكتيك، قدرات بدنيه وعضليه ومهارات وشخصيه فريق وشخصيه. انت هو بينزل كل مره عشان عايز يكسب وبيلعب باقصى كل لعيب، وبالتالي كل الفريق بيلعب باقصى طاقه عنده بدنيه وذهنيه عشان يكسب. احنا بقى انا بقى بشوف كده يعني موظف بيروح يومين في الاسبوع يعمل شغل جامد جدا، رئيسه يكلفه بحاجات صعبه قوي، فتلاقيه بقى بعد اليومين دول لا 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 انا اشتغلت كتير قوي الاسبوع ده. اي انت لازم تشتغل كل يوم يا حبيبي، لازم تتعب كل يوم ونفس المجهود بتاع اليومين دول لازم كل واحد فينا يلعب ويشتغل. وانا طول عمري بقول احنا لو اشتغلنا بجد هنلعب بجد، صح مش ممكن ابدا
تشتغل بجد زي الالمان كده، اشتغل بجد هتلعب بجد. حضرتك فكرتني بجمله شهيره قوي بتتقال دايما في النقد، يعني يقول لك اصل كيروش او غير كيروش يعني او اي فريق يقول لك افقد المنتخب شخصيته. تبدا تسال ايه هي شخصيه منتخب مصر؟ ده سؤال عويص جدا. كانت ايه الشخصيه يعني؟ عرفني الشخصيه وانا اقول لك انه افقدها. طبعا. لكن ما هو ممكن يكون بيعمل شخصيه جديده او كان بيعمل شخصيه فعلا. لا انت لازم اولا لازم كروش يكون له وجهه نظر في شخصيه اللاعب المصري والفريق المصري، وبناء عليه بيعمل اسلوب يناسب هذه الشخصيه او يناسب قدرات وامكانيات اللاعب المصري. انا الحقيقه بقول دايما هو احنا عندنا ايه كلاعيبه وما عندناش ايه. ايوه ببساطه لازم نعرف عشان نعرف نكمل. الاسبان لما كانوا شايفين الالمان اقل واحد مترين قال لك مش هينفع نلتحم معاهم ونلعب يعني اشتباك اللي هو الكوره والالتحامات والحاجات العاديه. احنا هنعمل تيكي تاك اللي هي اضرب العملاق الالماني بثلاث لعيبه او اربع لعيبه باسنج جيم وهزمه بالكسره دي وبالدقه دي وبالتحرك. فنيخ. لكن مش 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 هتروح تاخد كوره يعني. اي لعيب اسباني جسمه قليل وبدنيا مش زي الالماني، مش هياخد الكوره ويبقى عايز واحد لواحد ويعدي منه، هيتضرب. يعني الالماني بطوله وعرضه، الالماني والانجليز وهكذا يعني، والافارقه كمان. احنا ليه كسبنا في 2008 و2010 عشان عملنا دي. الناس لما تشوف الماتشات بتاعتنا هتلاقي فرقتنا منتخبنا بيلعب الباسنج جيم ده، وطبعا ال11 لعيب اللي في الملعب كلهم عندهم كوره. صحيح. يعني كلهم مثلا احمد عبد القادر، يعني احنا فرحانين باحمد عبد القادر علشان عنده كوره، بيبقى منعم يعني اللعيبه عندها كوره. لما يبقى الفرقه كلها عندها كوره دي مساله تخلي الفريق كله يلعب كوره حلو. صحيح. طيب انا لازم الحديث ياخدني معاك في كذا اتجاه، بس عايز ارجع تاني لهذا الحب العظيم لرموز واسماء كبيره في تاريخ الكره المصريه. قلت انتهز الفرصه ومعايا الاستاذ الكبير الاستاذ حسن المستكاوي ونتذكر اسماء عظيمه في تاريخ الكره المصريه. عايز ابدا معاك باسم كبير عدى على الكره المصريه واسم كبير لاعب للنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر، كابتن الكبير كابتن علي ابو جريش. تفتكر ايه للكابتن علي ابو جريش؟ بص، في يعني لكل فريق اساطير، اساطير بمعنى لهم تاثير. بس انا الاسطوره عندي اللاعب المبدع. يعني ايه الاسطوره؟ مش ارقام، الاسطوره ابداع. الاسطوره اللي هو اللاعب اللي انت بقى قاعد تتفرج في الملعب وبتقول انا عايز الكره تروح له. صحيح. عشان كل ما الكره تروح له هو هيفاجئك بحاجه تقول يا ابني الايه، الله ايه الحلاوه دي، خطير. مش كل اللعيبه بيعملوا معاك ده. صحيح. كابتن علي ابو جريشه بقى اولا هو اللي طبعا ما فيش لاعب برضه بيجيب البطوله لوحده، واللي بيجيب البطوله فريق. فمن ضمن الاختيارات بتاعت احسن لاعب في العالم او احسن لاعب او جايزه بالندور يعني انا مش عايز اختار ارقام، يعني المبدع ليفاندوفسكي بيجيب اجوان كتيره جدا وعامل ارقام مذهله. لكن انا بشوف ان محمد صلاح لما بيغرب الاربعه او خمسه او ست لعيبه في ال 18 ده هدف ما بيعملوش ليفاندوفسكي. هو بيشوف الجون كويس وبيسجل على طول واعصابه هاديه ومهاراته هي دي. بس انا اقصد الابداع، يعني الابداع. كابتن علي ابو جريشه كان مبدع وكان كمان له تاثير في بطولات الاسماعيلي من اول كاس الدوري، من اول الدوري 67 وكمان كاس افريقيا ثم بطولتين دوري كمدرب لما كان هو كمان مدرب. فدوره مع الاسماعيلي ومهاراته طبعا كانوا حتى الالقاب بتاعته فاكهه الكره المصريه. الرشاقه بتاعته والمهاره بتاعته وضربات الراس بتاعته، يعني اعتقد يعني الناس في الاسماعيليه متاثرين برضا
لان رضا يعني مات للاسف في شبابه وكان من اسطوره الاسماعيلي وحب، بس لما 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 مات في حادثه وهو لسه في شبابه اتعمل اسطوره. هو كان لعيب رائع طبعا، هايل يعني، انما الاسطوره ما اكتملتش يعني، كان عمره قصير في الملعب وما اداش للاسماعيلي زي ما كابتن علي ابو جريشه ربنا يديله الصحه ادى للاسماعيلي. فالاسماعيلي يعني احيانا في اشياء غير الملعب بتصنع اساطير. صحيح. طيب هتقولنا الصوره يا جماعه الثانيه، واسم كبير عظيم ايضا في تاريخ الكره المصريه استاذ حسن المستكاوي كلمنا عنه بالتاكيد في ذكرى وفاته اليوم رحمه الله عليه، الكابتن الكبير كابتن ثابت البطل. الله يرحمه. ثابت ابن بلد، جدع، شهم، راجل. المواصفات دي مش يعني مش من يعني مش سهله يعني في البني ادم يعني يعني بالمعنى بالمعنى الحرفي للكلمه يعني. لعب 17 موسم في النادي الاهلي مثلا. طبعا هو من مريد الحوامديه او يعني لعب في الحوامديه، ومشكلته مع المرض مع الكانسر او يعني المرض اللي كان جاله حاجه مؤلمه جدا، وتوفى وعنده 52 سنه او 51 سنه. ولاخر يوم في مشهد الناس مش هتنساه ابدا، مشهد ثابت البطل وهو في الملعب بالبطانيه الحمراء دي والطاقية الحمراء وبيتابع مباراة أهلي وزمالك على ما أذكر يعني، وهو توفى في الملعب يعني، وكان حريص دايما إن هو يبقى في آخر أيامه يبقى مع الفريق ويبقى موجود ويعمل دوره. هو طبعا كان مدير كورة مرتين على ما أذكر يعني. وثابت البطل يعني حتى يعني كنت ساكن في عمارة زمان وهو كان بالصدفة جه قدامي في نفس العمارة، بس عزل بعد شوية يعني ما استمرش معانا يعني. إنما طبعا أنا قربت له كتير، أنا قربت الجيل ده كله يعني بشكل عام يعني بحكم المهنة والصحافة اللي أنا سنة أيامها يعني لما كنت بشتغل صحفي تنفيذي زي ما بيقولوا يعني، يعني أنزل ملعب ومش عارفين، كنت بروح الاهلي بروح الزمالك وبروح الاتحاد وبروح مع المنتخب، فبشوف الجيل ده باستمرار بعكس الاجيال دلوقتي يعني. انا ما بحتكش باللعيبه قوي دلوقتي، لكن زمان كان في احتكاك انساني كمان. صحيح. مش مهني. وعلى فكره كانت لازم تفصل قوي بين الاحتكاك الانساني والاحتكاك والعمل المهني يعني. يعني تبقى لعيب صاحبك واصدقاء وبعدين يلاقي في الجورنال نقد ليه يعني، تبقى حاجه صعبه. بس ده العادي، اتعلمنا كده، اتعلمنا ان انا اعمل شغلي مش عشان بقى الصحوبيه والصداقه، بعمل شغلي بما يملي علي ضميري المهني عشان خاطر الناس وباللي نتعشى مع بعض عادي طبعا. يعني ببساطه شديده مالهاش علاقه بالصداقه طبعا. وانا كنت بضرب مثل بقول لهم يا جماعه انا بكتب عمود كل يوم بقالي سنين، بكتب عمود اثنين في الاسبوع حلوين قوي واربعه نص نص ولا اثنين نص نص واثنين وحشين يعني. هو انت هتلعب كل ماتش يعني 10 من 10؟ ده مش صحيح، مستحيل مستحيل. انما انا بحاول ان انا ابقى كويس في كل مره، لكن ما بقدرش، ما فيش حاجه بتخليني، ما فيش حد بيبقى كويس على طول يعني. صحيح. يعني يعني ال 10 من 10 دي حاجه صعبه قوي. صحيح. فيعني طيب اسم كبير ايضا عظيم في تاريخ الكره المصريه هو المعلم كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته طبعا من اللعيبه العبقريه، ليه اهداف شهيره جدا، هدفه في المصري مثلا من نص الملعب، هدفه في الاهلي على ما اذكر اللي ما اتحسبش في سنه 78 او حاجه زي كده. بس لمعان كابتن حسن شحاتة التوهج بتاعه ما كانش في يعني قمة التوهج كان في الكويت، وهو لما توهج في الكويت مع كاظم على ما أذكر برضه
ابتدى يرجع بقى لمصر ولنادي الزمالك، انما هو واحد من اللعيبه القليلين جدا اللي اتعمل لهم هتاف مخصوص. يعني حسن الشحاته يا معلم خلي الشبكه تتكلم، ده تاني لاعب مصري اظن بعد حماد امام يتعمل له هذا الهتاف مخصوص. يعني بص شوف حماده بيعمل ايه، حسن شحاته يا معلم خلي الشبكه تتكلم. الله. طيب ايضا اسم كبير وفي حب هذا الاسم الكبير كابتن حماد امام الله يرحمه طبعا. بص شوف حماده بيعمل ايه، كابتن حماده طبعا نجم كبير جدا. انا اعتقد ان حضرتك كل الاسماء اللي بقولها دي لك ذكريات معاه. طبعا واشتغلت معاهم ذكريات شخصيه كنت ومهنية. بهزر معاه طبعا جدا طبعًا. وكلهم بهزر معاهم طبعا وكلهم برضو يعني مرتبطين بوالدي يعني يعني الجيل ده الجيل بتاع كابتن حماده وكابتن حسن والمجموعه دي يعني جيل الستينات المبهر بالنسبه للكره المصريه والزمالك يعني كان. فكابتن حماده طبعا يعني اولا دمه خفيف جدا، لعيب هايل، لعيب اتعمل له هتاف مخصوص لما جاب اجوان ثلاث اجوان باين في وستهام، ماتش وستهام كان بطل انجلترا وديربي كاونتي وفرق انجليزيه كتير الزمالك يعني كسبها في الستينات طبعا. وانا كنت قريب ليه جدا وكنت بطلع دايما معاه في البرامج بتاعته، كنت بهزر معاه واقول له حازم امام احرف منك، يضحك حلو طبعا وبقول كده لحازم يعني وكنت بقول له كده بجد يعني وكان يضحك بضحكه الاب والسعاده بتاعه الاب ان ابنه متفوق يعني وربنا حط الشعور ده عند كل اب في الدنيا ان يتمنى ان انسان ابنه يبقى احسن منه يعني. صحيح, يعني صحيح. انسان دمه خفيف جدا وانا طبعا يعني من الناس اللي كنت سعيد جدا وقعد وده أسرة بقالها في الزمالك أكتر من 100 سنة. الصورة اللي بعد كده هو اسم كبير أيضا وعظيم في تاريخ الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه. كابتن جوهري طبعا حاجة أسطورة كلاعب، واحد من اللعيبة المؤثرين جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر في الخمسينات نهاية الخمسينات. أنا ما شفتوش كتير بيلعب طبعا يعني كنت صغير يعني، لكن أنا عاصرته مدربا في كل مراحله وكان أصدقاء شخصيين يعني كنا، وكانت أنتقد ساعات طريقته في اللعب الدفاع مش عارف إيه، لكنهم ما كانش يقعد يتكلم، كنت بحب أتكلم معه في الكورة أتعلم منه كل ما هو جديد. واحد من الناس اللي طوروا الكرة المصرية وخصوصا تحركات أو الأداء الهجومي للظاهرين يعني، عمل ده مع الأهلي وعمل ده مع الزمالك لما راح درب الزمالك. ايضا في حب ايضا اسم كبير في تاريخ الكره المصريه الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. ملك النص طبعا. يعني خلي بالك احنا بنقيم او بنتكلم على زمن كان فيها المساحه وفيها الوقت. فلما كابتن فاروق جعفر ياخد الكوره ويمشي بيها شويه ما حدش بيضغط عليه، وبعدين يعمل باس بمنتهى الدقه لكابتن حسن شحاته، كابتن طه بصري، كابتن علي خليل، الدقه دي هي اللي اكسبته لقب ملك النص. طبعا ليه القاب تانية اوناسيس ومش عارف ايه بتاع ده يعني، انما هو لاعب ايضا مبدع جدا وعلى فكره دمه خفيف جدا جدا طبعا جدا يعني. طب طيب الصوره اللي جايه يا جماعه لي واحد من اساطير النادي الاهلي واساطير الاداره الرياضيه المصريه كابتن صالح سليم. طبعا لا يعني اسطوره وكاريزما هايله وستايل وشخصيه قويه جدا وثقافه رائعه يعني واداره بقى. والكابتن صالح سليم لما قال الاهلي فوق الجميع قال ده بمناسبه الانتخابات 92 ان الاهلي فوق جميع الناس اللي مرشحين نفسهم في الانتخابات، ما قالش ان الاهلي فوق الجميع فوق كل الانديه. ممكن حد يعني يقول المعنى ده، لكن الحقيقه الكابتن صالح لما قال ده ما قالش الا بالمعنى اللي انا بقوله لك ده.
انا تشرفت ان انا كنت في وقت من الاوقات صديق لي، اتكلم معاه كتير وبحب اتكلم معاه. هو شخصيه عظيمه، كاريزما هايله جدا، نجم بكل معنى النجوميه يعني. الستايل بتاعه في الملعب، شكله، لغته، طريقته في الكلام، لم يكن يحتاج اي شيء من النادي الاهلي، ولا يمكن. انا كنت صاحبه جدا، ولا يمكن كنت اقدر اقول له انا عايز ابقى عضو في النادي الاهلي واعمل لي خصم، يا ريت يا كابتن وحياتك وبتاع دي. كان شنقني، كان شنقني. عشان كده انا مش عضو في النادي الاهلي يعني، ولا عضو في نادي الزمالك يعني، انا عضو في نادي واحد بس. يعني ناديين في المعادي يعني. مش النادي الاهلي. لا 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 لا، ده بسهوله جدا يا كابتن صالح. انا عايز لا، مش حاجه اسمها بسهوله. لا يعني اقصد بسهوله ان يجي لك القرار، لكن مش هتقدر لصالح سليم يعني. لا يمكن، رحمه الله عليه يعني. لا يمكن، يعني مش عايز احكي تفاصيل يعني. لمواقف منه هو مع ناس تانية، لا لما لا يقبل، ما فيش حاجه اسمها. على فكره كابتن حسن حمدي لما قلت له انا عايز ابقى عضو يعني، قال لي روح ادفع اللي الناس بتدفعه. قلت له يا عم معيش فلوس انا، ما فيش الحكايه دي، ما فيش فيها واسطه في الاهلي. صحيح. واحد من اهم لاعبي كره القدم المصريه على مر التاريخ وعلى المستوى الاداري طبعا، اسم كبير، الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. حبيبه طبعا. ده مبدع بجد بقى يعني. شوف انا اتكلمت على الكابتن صالح بحب طبعا، شخصيه عظيمه. بس كابتن محمود الخطيب احرف من كابتن صالح سليم. محمود الخطيب في عز نجوميته ما كانش يقدر يمشي في الشارع، صعب جدا، الشارع يتقلب، يتقفل يعني. تحب الكره تروح له بقى يعني، عشان هيبدع. ده واحد من اللعيبه القلائل اللي كان لو هو اسمه في التشكيل او مش في التشكيل يبقى خبر مهم. مفيش حد الحقيقه يعني ما تفرقش قوي يعني دلوقتي في الحاجات دي. اسطوره من اساطير الكوره. طيب اسم اخر كبير في تاريخ النادي الاهلي والاداره الكرويه المصريه ولاعب كبير ايضا في خط الدفاع، الكابتن حسن حمدي. وزير الدفاع فعلا. كان ليه ستايل شيك قوي، توقع، ومن جيل عظيم طبعا في النادي الاهلي، انه عمل انتصارات مهمه، جيل السبعينات او جيل يعني التلامذه اللي طلعوا ناشئين. والكابتن صالح لما خاطب جمهور الاهلي قال احنا هنعمل فرقه كلها اولاد صغيرين ناشئين، لكن مش هناخد بطولات، هناخد بطولات بعد سنتين مثلا. واخد البطوله 7 سنين مع المدرب ايدوكوتي، وكان هو مدير كره كابتن صالح. وطبعا حسن حمدي كان اداري، وابتدع بقى فكره صندوق اللعيبه وصندوق اللاعبين يعني، والمكافئات، وعمل اللوائح والحاجات دي كلها. ولا يمكن كنت تاخد منه خبر يعني، ما تقدرش. في حب هذا العظيم، الاستاذ العظيم استاذ ابراهيم يعني حجازي، اخر سوره. الله يرحمه يعني. ده بالنسبه لي انا حاجه يعني. كان نفسي اتكلم عنه كتير، وكنت مستني حضرتك اللي تتكلم عنه. لا انا فقدت اعزاء كتير، بس ابراهيم يعني كان سند، وكان جدع، وكان شهم، وعمل خير في حياته، اعطته كميه حب بعد وفاته مذهله. عمل خير، جاب لمستشفى السرطان، مستشفى الأطفال السرطان، 22 مليون جنيه بفكرة لتلاميذ المدارس، اتبرعوا بجنيه وقدروا يجمعوا للمستشفى. وعايز أقول لك إن دكتور شريف مدير المستشفى قال لي قريب بعد وفاة إبراهيم، مش هقول لك إحنا يعني عملنا له صدقة جارية وكل حاجة، بس لما عمل كده ما كانش عندنا مليم في المستشفى وأنقذنا. وهقول لك حاجه تانية كمان، ما فيش واحد بعد، انا فوجئت الحقيقه، بعد وفاه ابراهيم كل واحد بيتكلم عنه بيقول انا عمل لي كذا وعمل لي كذا ودخلني المستشفى واداني كذا واداني كذا. كل واحد له قصه. ما كناش نعرف طبعا. انا عارف ان هو جدع، وعارف ان هو بيعمل خير وبيساند. لو واحد قال له انا عيان يقلب الدنيا عشان يتعالج، ويعمل المستحيل عشان البني ادم ده يخف. بص يعني
انا قلت لك الاول على ثابت الجدعان دول حاجه حلوه قوي. صح. الله يرحمه يعني. انا مش الحقيقه مش مصدق يعني، استغفر الله العظيم يعني، دي الحقيقه الوحيده اللي في الحياه. لكن يعني كان موجود في حياتنا اصله بشكل دائم يعني. يعني انا عشت مع ابراهيم يمكن اكتر ما عشت مع ابويا وامي يعني. لو تحرك في الاول لما انا تربيت على كتابات حضرتك واهميتها، انا شخصيا تربيت على كتابات استاذ ابراهيم. انا خارج دائره الضوء دي بالنسبه لي كل يوم جمعه ده حدث اساسي ومهم لا يتوقف. الاهرام الرياضي لا يتوقف مع استاذ ابراهيم. المواقف بقى اللي اتعلمنا منه سياسه، وتعلمنا منه حب طبعًا للبلد، وتعلمنا طبعًا منه رياضه، تعلمنا منه حاجات كتيره طبعا. هو كان فخور بفتره يعني عمله كضابط في القوات المسلحه في فتره حرب 73 في المظلات. وعلى فكره يعني المظلات انا اظن ان الجرأه والشجاعه اللي كانت عند ابراهيم كمان بالممارسه يعني من تجربته مع سلاح المظلات يعني. انت عارف دي عايزه شجاعه وعايزه جرأه وعايزه يعني. وكان طبعا فخور بالفتره اللي عمل اللي خدم فيها في القوات المسلحه جدا يعني جدا. اسم كبير وعظيم الله يرحمه. انا مش هختم الا لما اطلب من حضرتك نصيحه مختلفه شويه. عاده لما بنطلب من الضيوف تنصح ايه فرقتك، تنصح ايه الجماهير، تنصح ايه الناس. انا عايز حضرتك النهارده واحنا بنختم تنصح ايه الساده، كلنا الساده اللي بيشتغلوا في الاعلام سواء بقى مقروء مرئي مسموع، يعملوا ايه واحنا رايحين عند مهمه كبيره وثقيله جدا، مهمه مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم، المفروض نشتغل ازاي الفتره اللي جايه؟ بص عايز اقول لك بس الاول ان يعني انا كنت زمان بكتب نصائح، مش نصائح يعني، بقول للمنتخب تلعب ازاي مش عارف ايه بتاع ده. بعدين لقيت في الاخر ان انا اضطريت اغسل ايدك قبل الاكل وبعد الاكل، ده يعني بنتكلم بننصح ناس ببديهيات. صحيح. يعني النصيحة للإعلاميين أنا مش يعني أنا مش فاهم يعني، هل المسألة محتاجة نصيحة يعني؟ هل محتاجة فعلا نصيحة؟ هل كل واحد بيخاطب الناس مش عارف حق الناس ده إيه؟ مش عارف إن الكت لازم تحترم عقل الناس؟ مش عارف إنك أنت بتخاطب ناس ممكن يكونوا أذكى منك بكتير، فاهمين زيك أو أكتر منك برضو، لأنهم إحنا عندنا 50-60 مليون شاب متصلين بالعالم بشكل مذهل، عارفين في الكورة وعارفين الأسماء وعارفين الطرق وعارفين التكتيكات وعارفين مهارات الكورة دلوقتي إيه. صحيح. أنت تقعد تقول للناس كلام قديم؟ لا، ما تقولش للناس ولا لجمهورك كلام قديم. احنا في سنة 2022. صحيح. ما تكلمش الرأي العام، الرأي العام ابدا بخطاب قديم. شوف العالم دلوقتي فيه ايه، شوف الدنيا فيها ايه، شوف الرياضة اتطورت ازاي، شوف التكنولوجيا عملت ايه في الرياضة، ولازم تكلم الناس ده. لكن كمان اوعى تكون مشجع، واوعى تكون متعصب، واوعى تكون بتنتمي جوه الفريق وجواك بيطلع للناس بتشوفش الفرق التانية عشان فريقك. لازم كمان تكون فاهم وعارف انت بتقول ايه، والكلمة تحاسب عليها قدام الميكروفون وقدام، انت مش قاعد في قاعدة خاصة، انت قاعد في قاعدة عامة فيها ملايين شايفينك. ولازم تكون مذاكر وتذاكر كل يوم، مش تذاكر بقى كمان، انت تذاكر، انت بتشتغل في الرياضة لابد انك تصحى الصبح تعرف، يبقى عندك الشغف ده، ماذا حدث في الرياضة في العالم كله من أول كوستاريكا لغاية اليمن السعيد. لازم تبقى عارف. بالمناسبة يعني في لعيب في وستهام أخذ غرامة 350,000 دولار من النادي بتاعه، عارف ليه؟ عشان قطتين بتوعه كان بيعذبهم، ووستهام قرر بعد ما الغرامة دي تتعمل هيتبرع بيها لجمعية الرفق بالحيوان. الأصعب من كده، هو جنسيته إنجليزي فرنساوي، ديشام مدرب منتخب فرنسا بيدرس الآن إنه يستبعده من منتخب فرنسا عشان إيه؟ عشان القطتين دول. وإنه قال إيه منتهى القسوة،
انا ليه بقول لك دي؟ هو انا مطلوب مني ان انا اعرف ده؟ لا، انا بس انا عايز اوصل للاعلاميين ان كل ما يحدث في الرياضه وفي عالم الرياضه، بجانب ان دي قصه تهمني انا شخصيا، يعني ان قد ايه العالم اللي هناك ده يعني عندهم هذه الرحمه بالحيوان والعطف على الحيوان. لازم تبقى، مش انت بتشتغل في المهنه دي، لازم تبقى مذاكر، تصحى الصبح كده تعرف الكون في عالم الرياضه حصل فيه ايه والترند. الترند، بص هقول لك حاجه، اتفضل. الترند عارف اللي بيخش زائل. اللي بيعمله الترند زائل. الترند ده بينزل بعد نص ساعه، بقول لك زائل. ولو في ناس تعاطت مع الترند هم ليهم وجهه نظر في الترند ده او في صاحب الترند ده. على فكره وجهه نظر مش شرط انها تبقى حلوه، يعني ممكن تبقى حلوه جدا طبعا طبعا. ياما ترندات طلعت عظيمه، وياما ترندات طلعت عشان امور اخرى، عشان امور اخرى. انا يعني اكون حريصا على ان الناس تحترمك. صحيح، لو انت احترمت الناس هيحترموك. استاذ حسن شرفت ونورت، فرحتني جدا النهارده، كل سنه وحضرتك طيب. اشكرك انا اشكرك بشكل جدا أشكرك. على الحوار الجميل ده. شكرا جزيلا استاذ حسن. لسه مكملين مع حضراتكم نموذجين شرفونا جدا في كاس الامم الافريقيه، هتكلم معاهم كتير واحكي لكم عنهم كتير، بس بعد الفاصل. عادل كريم وفريد قطب هيكونوا معايا، خليكم معايا.